من يمين يمين يا رب افتح شفتاي فيخبر فمي من سبيحك. اجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر أبانا الذي في السماوات. اسمك يا رب. In Christus Jesus Penetrois. هنبتدي في باكر وبعد ما نخلص الـ14 دورة بتاعت الصليب والشعانين ندخل على طول في سوتيس أمين طيشوري والهيتانيات وبعد كده ندخل على البولس الكاثوليكون الابراكسيس بعد كده الانجيل الاربع نجيل بتوع الشعانين وبعد كده اذا جه ابونا ناخد بركه لو ما جاش ابونا تقدر حضرتك تدينا بركه النهارده يا دكتور لا يقول قدسك اللي هتكمل ما اخدت بركه انا اخدت بركه امبارح لا ما احنا محتاجين نسمع اكتر ابونا ده النهارده عيد سيدي لا معلش انا وانت لا. واحد انت بتسد انت بتسد مكاني لا لا العفو اتفضل لكن انا صدقني ما اعرفش اسد مكانك انت تسد مكاني ها. لا الكلام ربنا لما نيجي ساعتها يمكن يحن علينا ويدخل ابونا Επί προσευχής σταθείτε. Ειρήνη πάση. Ε το πνεύμα Μάριν και μόνον τότε πεμπερε βαρβίες να νιβώ να είτε βνούτε βιώτε μπεντσοί σώπεν ούτε όπεν σωτήρισσος διέ Χριστός διαβήρες κβάδεν εγούν αφερ βαϊσιν έρον αφαρε έρον αφσοκτεν έρο φαυτιές οίρον αυτή το τι είναι βέντεν σαχριετά αιωνούσαι εν σοβόν. Μωρήν τι ουροφοβούς εν τι βαρεχέρον χεν παϊχούς ογκαμπαβάι νεμνή χωτήρου εν τέπεν ονχ Χέν χειρίνι νεβέν, εν τζεβίβον δοκρατώ. Ωρ, εβετσόν είσαι πένω. Κύριε Λέησον. Ο Μέστερ Λόρδι κατάπαν το κράτορ. Δι Φάδερ ο Φάουρ Λόρδι κατάν τη Σιβιάρ Τζίσας Κράιστ. We thank you, for every condition concerning every condition. And in every condition, for you have covered us, healed us, guarded us, accepted us to you, spared us, supported us, and they have brought us
to this hour. Pray that God may have mercy and compassion on us. Hear us, help us, and accept the supplications and prayers of his saints for that which is good on our behalf at all times, and forgive us our sins. Lord, have mercy. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر. امنحنا يا رب أن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام وليالي حياتنا بكل سلام مع مخافتك. كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان مؤامرة الناس الأشرار مقاومة الأعداء الخفيين والظاهرين زعها عنا وعن سائري شعبك عن هذا اليوم عن هذه الكنيسة عن هذه المدينة عن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات والنافعات فارزقنا إياها لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو. كليسون وصنع خني تشوسي If I pay poor and pay Israel, if it's marot in Javith, you can front him if choice in Tenigum. Fiat him siege and Nisherubim. Aftaloch ehu ehu Afshechun Yerushalim upepaineshti enthevyo Itenni prezveyan teti theoto Koseth uab maria Choisari emot naibiko evolentene No vieter no serot nem pekiot en avathos nem pep nav maitho av jak iak soti emon maiman Rini Tfadr O sanna khenni et chosi fai pefu urum pesara ile fes marut in jevi ethni iu en afran em ep choi sen te nigu Shlir Epi prosev ki stathite Irini Pong
سين إيتوب نوماتيسون. أيضا فلنسأل الله الآب ضابط الكل أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، اذكر يا رب مرضى شعبك. اطلبوا عن آبائنا وإخوتنا المرضى بكل مرض إن كان في هذا المسكن أو في كل موضع، فلكي المسيح لهنا نعم لنا ولهم بالعافية والشفاء، واغفر لنا خطايانا يا رب ارحم. تعهدتم بالمراحم والرافات، اشفيهم، انزع عنهم عن كل مرض وروح الامراض، اطرده، والذين ابطأوا مطروحين في الامراض اقمهم وعزيهم، الذين في السجون المطابق والنفي والسبي والمقبوض عليهم في عبودية مرة، يا رب اعتقهم جميعهم وارحمهم، لأنك أنت الذي تحل المربوطين تقيم الساقطين، رجاء من ليس له رجاء، معين من ليس له معين، عز صغير القلوب من الذين في العاصف، كل الأنفس المتضايقة والمقبوض عليه أعطي يا رب رحمة معونة نعمة رجاء شفاء، غفرا خطاياها وأسامها، نحن أيضا يا رب أمراض نفوسنا يشفيها وأمراض أجسادنا عافيها، أيها الطبيب الحقيقي الذي لأنفسنا وأجسادنا، يا مدبر كل ذي جسد تعهدنا بخلاص يا رب ارحم. اذكر يا رب أولادنا وبناتنا وإخواتنا وآبائنا وأمهاتنا وأحفادنا وجميع المسافرين، يا رب ارحم، والذين يدمرون السفر في كل مكان، سهل يا رب طرقهم أجمعين، كان في البحر أو البحيرة أو الجو أو الإنترنت أو الطرق المسلوكة، كل واحد في كل ما تفضل يا رب ردهم لمنين هدمنا الخلاص، وردنا يا رب لمساكننا بالفرح فرحين بالعافية معافين، أصحابنا في الإقلاع، أصحابنا في المسير، اشترك في العمل مع عبيدك في كل عمل صالح، غربتنا يا رب في هذا العمر احفظها بغير مضرة ولا قلق ولا عاصف إلى الإنقاذ. يا رب ارحم. أنت هو أخت طوب، أنت كميت خصوص بما سفيري
على مذبحك المقدس الناطق السماء راحة بخور، تدخل إلى عظمتك التي في السماوات بواسطة خدمة ملائكتك ورؤساء ملائكتك المقدسين. كما قبلت لي قرابين هابيل الصديق ذبيحة تبين إبراهيم في السيد أرملة، هكذا أيضا يا أب نذور وتقدم عبيدك أصحاب القليل أصحاب الكثير الخفيات والظاهرات، والذين يريدون أن يقدموا لك وليس لهم، والذين قدموا لك يا رب في هذا اليوم هذه النذور، عوضهم عوض الفانيات بالباقيات الأرضيات بالسماويات، بيوتهم مخازنهم املأها لهم من كل الخيرات، أحطهم يا رب بقوة ملائكتك ورؤساء ملائكتك المقدسين، وكما ذكروا اسمك القدوس في هذا الدهر فالدهر الآتي لا تتركهم أنك يا رب ارحم. فلنسبح مع الملائكة قولين المجد لله فعرض السلام نسمى نسبحك نباركك نخدمك نسجد لك نعترف ننطق بمجدك نشكرك من أجل عظم مجدك أيها الرب الملك على السماوات الله الأب ضابط الكل والرب الإبن الواحد وحيد يسوع المسيح والروح القدس أيها الرب الله حمى الله ابن الأب رفع خطية العالم ارحمنا يا حام خطية العالم اخبرت بطنا إليك أيها الجالس عن يمين أبي ارحمنا
أنت وعد قدوس انضحتك العالي رب يسوع المسيح وروح القدس مجد الله الآب أمين. وبارك كل يوم وسبح اسمه قدوس الأبد الأبد أمين. منذ الليل روحي تبكر لك يا الله لأن أمرك نور على الحرب. كنت أتلو في طرق نكسبت لي معين. باكرا يا رب تسمع صوتي بالغداء فمي وكتراني. دوس الله وتخلص حال الذي لا يموت بإذن الله. دوس الله وتخلص حال الذي يموت. ودوس الله وتخلص حال الذي يموت قام الأموات سمع. مجد الآب والابن والروح القدس أن كل وين ده الدور أمين. الثالوث قدوس ارحمنا. الثالوث قدوس ارحمنا. يا رب في خطايانا في أثامنا في زلتنا. يا رب افتقد مرضى شعبك اشفيهم مجلس مقدوس. أبانا أخواتنا الذين رقدوا يا رب ناحي نفسهم. يا من وبالخطي رب ارحمنا الذي بالخطي رب عنا أخوات الباطنة إليك. لأنك المجد والعزة والتقديس مثلث يا رب ارحم يا رب ارحم بارك أمين. A psalm of our teacher David the prophet, may his blessing be with us all, amen. Who makes his angel spirits, his ministers a flame of fire. I will praise you with my whole heart before the gods. I will sing praises to you. I will worship toward your holy temple, alleluia. A reading of the gospel according to our teacher Saint John the Evangelist. May his blessing be with us all, amen. The following day, Jesus wanted to go to Galilee, and he found Philip and said to him, follow me. Now Philip was from Bethsaida, the city of Andrew and Peter. Philip found Nathanael and said to him, we found him of whom Moses in the law and also the prophets wrote, Jesus of Nazareth, the son of Joseph. And Nathanael said to him, can anything good come out of Nazareth? Philip said to him, come and see. Jesus saw Nathanael coming toward him and said of him, behold, an Israelite indeed, in whom is no deceit. Nathanael said to him, how do you know me? Jesus answered and said to him, before Philip called you, when you were under the fig tree, I saw you. Nathanael answered and said to him, Rabbi, you are the Son of God, you are the King of Israel. Jesus answered and said to him, because I said to you, I saw you under the fig tree, do you believe? You will see greater things than these. And he said to him, most assuredly, I said to you, hereafter you shall see heaven open and the angels of God ascending and descending upon the Son of Man. And glory be to God forever. Amen. Piftonzon nasomato set fai happy harmante if no tio emoin emo emasi oin romin emoin oitos o sanna heni echosi fai pep. Uro in pesra ile fes marus in jefi ethnio en efran emep chois en tenigo. Magdi Thadros et tot. Interatil mazamir muallimna Dawood al-Nabi barakatuhu ala jama'ana amin. أعمال مجيدة قد قيلت لأجلك يا مدينة الله هو العلي الذي أسسها إلى الأبد لأن سكن الفرحين جميعا فيك الليلويا. إنجيل معلمنا لوقا البشير بركاته على جميعنا أمين. فقامت مريم في تلك الأيام وذهبت بسرعة إلى الجبال إلى مدينة يهوذا ودخلت بيت زكريا وسلمت على إليصابات. فلما سمعت إليصابات سلام مريم ارتقدت جنين في بطنها وامتلأت إليصابات من الروح القدس وصرخت بصوت عظيم وقالت
مباركة أنت في النساء ومباركة هي ثمرة بطنك. فمن أين لي أن تأتي أم ربي إلي؟ فهو ذا حين صار صوت سلامك في أذني ارتقد الجنين بابتهاج في بطني. وطوبى للتي أمنت أن يتم قيل لها من قبل الرب. فقالت مريم: تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي، لأنه نظر لاتضاع أمته. فهو ذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني، لأن القدير صنع بي عظائم واسمه قدوس، ورحمته من جيل إلى جيل الأجيال الذين يتقونه. صنع قوة بزراعه، شتت المستكبرين بفكر قلوبهم، أنزل الأعزاء عن الكراسي ورفع المتضعين، أشبع الجياع خيرات وصرف الأغنياء فارغين، عدد إسرائيل فتاة يذكر رحمة كما كلم أبانا إبراهيم ونسله إلى الأبد. فمكثت مريم عندها نحو 3 أشهر ثم رجعت إلى بيتها، والمجد لله دائما أبدين آمين. نرفعك باستحقاق معالي صابت نسيبتك قيل مباركة أنت في النساء ومباركة هي ثمرة بطنك. أصنع في الأعالي هذا هو ملك إسرائيل مبارك الآتي باسم رب القوة. شيرين اتفضل. من مزامير أبينا داود النبي والملك بركاته علينا أمين. يعسكر ملاك الرب حول خائفيه وينجيهم. ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب، طوبى الإنسان المتكئ عليه. هللويا. من إنجيل معلمنا ماري لوقا البشير والتلميذ دار بركاته علينا أمين. وفي الشهر السادس أرسل جبرائيل ملاك من عند الله إلى مدينة من الجليل اسمها ناصرة، إلى عذراء مخطوبة لرجل اسمه يوسف واسم عذراء مريم. فدخل إليها الملاك وقال لها: سلام لك أيتها الممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء. فلما رأته اضطربت من كلامي وفكرت: ما عسى أن تكون هذه التحية. فقال لها الملاك: لا تخافي يا مريم، لأنك قد وجدت نعمة عند الله، وها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع. هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى، ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه، ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد، ولا يكون لملكه نهاية. فقالت مريم للملاك: كيف يكون لي هذا وأنا لست أعرف رجلا؟ أجاب الملاك وقال لها: الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، فلذلك أيضا قدوس مولود منك يدعى ابن الله. وهو ذا إليصابات نسيبتك هي أيضا حبلى بابن في شيخوختها. وهذا هو شهر السادس لتلك المضوعة عاقرا، لأنه ليس شيء غير ممكن لدى الله. فقالت مريم للملاك: هو ذا أنا أمة ربي، ليكن لي قولك. فمضى من عندها الملاك، والمجد لله دائما. Gabriel, the angel, was seen by Daniel standing on his feet on the shore of the river. Paipep uro empes ra'il efes maro otin jefi esneio. بهاء اتفضل. كيف بعد الشاشة؟ المزامير من مزامير معلمنا متى البشير. بارك الرب. نعم بارك الرب. طب هات على الشاشة. بارك الرب يا جميع الملائكة مقتدرين مقتدرين بقوته.
الصانعين قوله باركوا جميع قواته قدامه العاملين أرادته هللويا. من إنجيل معلمنا مالي متى البشير بركاته على جميعنا أمين. وأيضا نشبه ملكوت السماوات كنزا مخفي يحق لأجله إنسان فأخفاه ومن فرحه مضى وباع كل ما كان له واشترى ذاك الحق. وأيضا يشبه ملكوت السماوات مثلا تاجرا يطلب لآلئ حسنة لما وجد الألوهة واحدة كثيرة الثمن مضى وباع كل ما كان له واشتراها. فلما أيضا نجبه ملكوت السماوات شبكة مطروحة في البحر وجماعة من كل نوع فلما امتلأت أصعدوها على الشاطئ وجلسوا وجمعوا الياد إلى أوعية أما الأضياء فطرحوها خارجا. وهكذا يكون في انقضاء العالم يخرج الملائكة ويفرزون أشرار من بين الأبرار. وقال لهم من أجل ذلك كل كاتب من متعلم في ملكوت السماوات يشبه رجلا رب بيت يخرج من كنزه جددا وعتقاء. والمجد لله دائما. ميخائيل بأرق الناني في قوي إن طوفت وينشور قني تأكسيس أنجلي كون بشم شم بم ثو إم بشويس وصنع خني تشوسي فاي بيب ورم بس رائيل فس مروت جفي أثني يوخن فران إم بشويس انتني مريم المراغي تفضل. ايوه مريم خش اتفضل. الو الانجيل الخامس. من مزامير معلمنا داود النبي بركاته علينا امين. الرب يعطي كلمة المبشرين قوة عظيمة ملك القوات هو المحبوب وفي بهاء بيت الحبيب أقسم الغنائم هللويا. فصل من بشارة الإنجيل لمعلمنا الأخوة البشير بركاته علينا أمين. وبعد ذلك عين الرب 70 آخرين وأيضا أرسلهم 2 إمام وجهه إلى كل مدينة وموضع حيث كان هو مزمع أن يأتي وقال لهم أن الحصاد كثير ولكن الفعل قليلون. أطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعلة إلى حصاده. اذهبوا ها أنا أرسلكم مثل حملان بين ذئاب لا تحملوا كيسا ولا مزودا ولا أحذية ولا تسلموا على أحد في الطريق. وأي بيت دخلتموه فقولوا أولا سلام لهذا البيت فإن كان هناك ابن السلام يحل سلامكم عليه وإلا فيرجع إليكم. أقيموا في ذلك البيت أكلين وشاربين ممن عندهم لأن الفاعل مستحق أجرته. لا تنتقلوا من بيت إلى بيت وأية مدينة دخلتموها واقبلوهم وفكلوا مما يقدم لكم فكلوا مما يقدم لكم واشفوا المرضى الذين فيها وقولوا لهم قد اقترب منكم ملكوت الله. وأية مدينة دخلتموها ولم يقبلوكم فاخرجوا إلى شوارعها وقولوا حتى الغبار الذي لصق بنا من مدينتكم ننفضه لكم ولكن أعلموا هذا أنه قد اقترب منكم ملكوت الله. وأقول لكم أنه يكون لسدوم في ذلك اليوم حالة أكثر احتمالا مما لتلك المدينة. والمجد لله دائما أبدا آمين. مرقس الرسول والإنجيلي الشاهد على آلام الإله الواحد أصنع في الأعالي
هذا هو ملك إسرائيل مبارك الآتي باسم رب القوات. Your Denise, go ahead. Six gospel. Is my mic clear? Yes. Okay. From the Psalms of our teacher David the prophet and king, may his blessings be with us all, amen. There is no speech nor language where their voice is not heard. Their line has gone out through all the earth and their words to the end of the world. A reading from the gospel according to our teacher, St. Matthew the evangelist, may his blessings be with us all, amen. And when he had called his 12 disciples to him, he gave them power over unclean spirits to cast them out and to heal all kinds of sicknesses and all kinds of disease. Now the names of the 12 apostles are those: first, Simon, who is also called Peter, and Andrew his brother, James the son of Zebedee, and John his brother, Philip and Bartholomew, Thomas and Matthew the tax collector, James the son of Alphaeus, and Libaeus, whose surname was Thaddeus, Simon the Canaanite, and Judas Iscariot, who also betrayed him. These 12 Jesus sent out and commanded them, saying, do not go into the way of the Gentiles, and do not enter a city of the Samaritans, but go rather to the lost sheep of the house of Israel. And as you go, preach, saying, the kingdom of heaven is at hand. Heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out demons. Freely you have received, freely you shall give. And glory be to God forever and ever. Amen. Jesus Christ sent you, O 12 apostles, to preach in the nations, making them Christians. Hosanna in the highest, this is the King of Israel. Blessed is he who comes in the name of the Lord of hosts. May his blessing be with us. But before all these things, he will lay their hands on you and protect you, delivering you up to the kingdom of God and children. You will be brought before kings and rulers for my name's sake. It will turn out for you as an occasion for testimony. Therefore, settle it in your heart not to meditate beforehand on my name. For I will give you the mouth and wisdom which all your adversaries will not be able to contain. You will be betrayed even by parents and brothers, relatives and friends, and they will put some of you to death. And you will be hated by all for my name's sake. But not a hair of your head shall be lost. Be your patient blessed to your soul. Glory be to God forever. Amen. ششفن روم في أبغو كويبولن جفيثوب جيورجيوس إريبش بن أورون أنوموس إبتيهاب إروفن ميني وصناخني إتشوسي فايبيب أورون بإسرائيل إفس ماروتن جفيثنيو and a front image choice in the ego. Oh God, you are more awesome than your holy praises. You God of Israel and the sea who gives the strength and power to your people. But let the righteous be glad, let them be good before God, yes, let them be done. A reading from the gospel according to the Holy Spirit, may his blessings be with us. Amen. Then Jesus said to his disciples, anyone who desires to come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me.
For whoever desires to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will find it. For what profit is it to a man if he is gained the whole world and loses his own soul? Or what will a man get in exchange for his soul? For the Son of Man will come in the glory of his Father with his angels and then he will reward each according to his work. Assuredly, I say to you, there are some in this here who shall not taste death till they see the Son of Man triumph in his kingdom. Glory be to God forever. Remove from your hearts every evil thoughts and deceiving memories that darken the mind. Hosanna in the highest. This is the King of Israel. Blessed is he who comes in the name of the Lord of hosts. Marina, go ahead. Can you go down? Yes. Nine. From the Psalms of our teacher David the prophet, may his blessings be with us. Amen. How lovely is your tabernacle, O Lord of hosts. My soul longs, yes, even faints for the courts of the Lord. My heart and my flesh cry out for the living God. Gospel. A reading from the Gospel according to our teacher, St. Luke the Evangelist. May his blessing be with us. Amen. And he went through the cities and villages, teaching and journeying through Jerusalem. Then one said to him, Lord, are there few who are saved? And he said to them, strive to enter through the narrow gate, for many, I say to you, will seek to enter and will not be able. Can you go down a bit? Thank you. When once the master of the house has risen up and shut the door, and you begin to stand outside and knock at the door, saying, Lord, Lord, open for us. And he will answer and say to you, I do not know you. Where are you from? And then you will begin to say, we ate and drank in your presence, and you taught in our streets. But he will say, I tell you, I do not know you, where you are from. Depart from me, all you workers of iniquity. There will be weeping and gnashing of teeth when you see Abraham and Isaac and Jacob and all of the prophets in the kingdom of God, and you and yourselves thrust out. They will come from the east and from the west, from the north and from the south, and sit down in the kingdom of God. And indeed, there are last who will be first, and there are first who will be last. Glory be to God forever. Action it and mas nuti imparu seyat uyen hoti empenether en so temken u ester terjeti so unem muten am. Hosanna in the highest, this is the King of Israel. Blessed is he who comes in the name of the Lord of hosts. The voice of the Lord is over the waters, the God of glory thunders. The Lord is over many waters. The voice of the Lord is powerful. The voice of the Lord is full of majesty. A reading from the Gospel according to our teacher, St. Matthew, the
evangelist, many his blessing is with us. Amen. With these things, Jesus came from Galilee to John at the Jordan to be baptized by him. And John tried to prevent him, saying, I need to be baptized by you, and you are coming, and are you coming to me? But Jesus answered and said to him, permit it to be so now. But let it is fitting to the for us fulfill all righteousness. And then he allowed him. When he had been baptized, Jesus came up immediately from the water, and he behold, the heavens were opened to him. And when he saw the Spirit of God descending like a dove and all things alighting upon him, and suddenly a voice came from heaven saying, this is my beloved Son in whom I am pleased. Glory be to God forever. Amen. John has bore witness in the four Gospels, saying, I have baptized my Savior in the waters of Jordan. Hosanna in the highest. This is the King of Israel. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Open to me the gates of righteousness. I will go through them and I will praise the Lord. This is the gate of the Lord through which the righteous shall enter. A reading from the Gospel according to our teacher, St. Matthew the Evangelist. May his blessings be with us all. Amen. Now when they drew near Jerusalem and came to Bethphage at the Mount of Olives, then Jesus sent two disciples, saying to them, go into the village opposite you, and immediately you will find a donkey tied and a colt with her. Loose them and bring them to me. And if anyone says anything to you, you shall say, the Lord has need of them, and immediately he will send them. All this was done that it might be fulfilled, which was spoken by the prophet, saying, tell the daughter of Zion, behold, your king is coming to you, lowly and sitting on a donkey, a colt, the foal of a donkey. So the disciples went and did as Jesus commanded them. They brought the donkey and the colt, laid their clothes on them, and set him on them. And a very great multitude spread their clothes on the road. Others cut down branches from the trees and spread them on the road. Then the multitudes who went before and those who followed cried out, saying, Hosanna to the Son of David. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. And when he had come into Jerusalem, all the city was moved, saying, who is this? So the multitude said, this is Jesus, the prophet, the Nazareth, from Nazareth of Galilee. Glory be to God forever. He who is sitting on the cherubim rode on a donkey and came into Jerusalem. What great humility, Hosanna fil A'ali. Hada huwa Malik Israel, Mubarakun
الآتي باسم رب القوات. And go ahead. From the Psalms of our teacher, David the prophet, may his holy blessings be with us. Amen. But I am like a green olive tree in the house of God. I trust in the mercy of God forever and ever. I will praise you forever because you have done it. And in the presence of your saints, I will wait on your name, for it is good. A reading from the Gospel according to our teacher, St. Luke the Evangelist. May his holy blessings be with us. Amen. For I say to you, among those born of women, there is not a greater prophet than John the Baptist. But he who is least in the kingdom of God is greater than he. And when all the people heard him, even the tax collectors justified God, having been baptized with the baptism of John. But the Pharisees and lawyers rejected the will of... Sorry, Chelo, can you... Yeah. The will of God for themselves, not having been baptized by him. And the Lord said, to what then shall I liken the men of this generation, and what are they like? They are like children sitting in the marketplace and calling to one another, saying, we played the flute for you, and you did not dance. We mourned to you, and you did not weep. For John the Baptist came neither eating bread nor drinking wine, and you say, he has a demon. The Son of Man has come eating and drinking, and you say, look, a glutton and a wine bibber and a friend of tax collectors and sinners. But wisdom is justified by all her children. Glory be to God forever. Amen. After Mithri and Jeyu and his Pimpe Impeonton Kenijin Misi in Teni Heyomi Foni Emok in Thok Unishti Kenith Oaptiro Yo and his Pirftioms. Hosanna in the highest. This is the King of Israel. Blessed is he who comes in the name of the Lord of hosts. Finished. اتفضل وشيت الانجيل عشان الانجيل باك. نبتدي في نيسا بفتيرو وبعد كده ندخل على البولس كاسيليكون وبركسيس وبعد كده ناخد الانجيل الاربعة بتاعت القداس. حاضر يا ابونا. نيسا Angelos nemni
Tagma en e puranione e choi sari e mot nan in picoi volenten in novi. Eteni em quienten a choi senyo tien apos. Tolos nemepse pienteni mathitis eptrois arieh motnan picoe volenten en novi. Through the prayers of the beholder of God, the evangelist, and Mark the apostle, O Lord, grant us the forgiveness of our sins. Iteni em kiente athloforos em martiros nenioti. Etho abente yom nemech miem nem antina ehe pshoin sarimot nenem biku evulenten novi. Iteni ev kienteni asloforos em martiros peshoisep. Oro gavargeios theodoros pis et ratilletis filupetir marcoreios avamina enteni faiate epsoi saremot non picoe volentene novi. Through the prayers of the saints of this day, each one according to their names, O Lord, grant us the forgiveness of our sins. Itenu em kiare pon chem peniote tayote arshi erebs papa ava tawadros nem peniot nepiskopos avasa rafime chois. Ari ehmot non picoe volenten en noviten ustemo opechres tos nem pekioten aga tos nem piepnevmaith o ebjeak iak sosiemon naina. البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى العبرانيين. بركات المقدسة تكون معنا جميعا أمين. وأما المسيح وهو قد جاء رئيس كهنة الخيرات العتيدة فبالمسكن الأعظم والأكمل غير المصنوع بيد أي الذي ليس من هذه الخليقة وليس بدم تيوس وعجول بل بدم نفسه دخل مرة واحدة إلى الأقداس فوجد فداء أبديا لأنه إن كان دم الثيران وتيوس ورماد عجلة مرشوش على المنجسين يقدس إلى طهارة الجسد فكم بالحري يكون دم المسيح الذي بروح أزلي قدم نفسه بالله بلا عيب يطهر ضمائركم من أعمال الميتة لتخدموا الله الحي. ولأجل هذا هو وسيط عهد جديد لكي يكون المدعوون صار موت لفداء التعديات التي في العهد الأول ينالون وعد الميراث الأبدي. لأنه حيث توجد وصية يلزم بيان موت الموصي لأن الوصية ثابتة على الموتى إذ لا قوة لها البتة ما دام الموصي حيا
فمن ثم الأول أيضا لم يكرس بل دمي، لأن موسى بعدما كلم جميع الشعب بكل وصية بحسب الناموس أخذ دم العجول والتيوس مع ماء وصوفا قرمزيا وزوفا ورش الكتاب نفسه وجميع الشعب قائلا هذا هو دم العهد الذي أوصاكم الله به، والمسكن أيضا وجميع آنية الخدمة رشها كذلك بالدم، وكل شيء تقريبا يتطهر حسب الناموس بالدم، وبدون سفك دم لا تحصل مغفرة. فكان يلزم أن أمثلة الأشياء التي في السماوات تطهر بهذه، وأما السماوات عينها فبذبائح أفضل من هذه، لأن المسيح لم يدخل إلى أقداس مصنوعة بيد أشباه الحقيقة بل إلى السماء عينها ليظهر الآن أمام وجه الله لأجلنا، ولا ليقدم نفسه مرارا كثيرة كما يدخل رئيس الكهنة إلى الأقداس كل سنة بدم آخر. فإذ ذاك كان يجب أن يتألم مرارا كثيرا منذ تأسيس العالم، ولكنه الآن قد أظهر مرة عند انقضاء الدهور ليبطل الخطية بذبيحة نفسه. وكما وضع للناس أن يموتوا مرة ثم بعد ذلك الدينونة، هكذا المسيح أيضا بعدما قدم مرة لكي يحمل خطايا كثيرين سيظهر ثانية بلا خطية للخلاص للذين ينتظرونه. نعمة الله الآب تكون مع جميعكم، أمين. رسولي كون إبول خنتي إبسيلي أنت بنيوت بترس أوي نامي نراتي بي خريستوس اون افشي بمكاف خنت صارك سهري ايغون اوهن صوتن هوتن خيني سينو ام بايسمو جيفي اطاوشي ام بكا خنت صارك سافطلت شوف ايبول خا ابنو فين ايب جيني سرب اتششو بين اوهم سري انتني امكاف ام ببي خريستوس نايسنيو او ام بير من ريبي كوزموس او ذيبي اتشو بخين بي كوزموس ناسيني نمتف سيميعا في زيتيري امف او شمي بنوتي ابن عشوبي شايني استاذ المراغي تفضل الكاثوليكو. الكاثوليكون من رسالة بولس الرسول الأولى بركاته تكون معنا أمين. إذا قد تألم المسيح لأجلنا بالجسد تألحوا أنتم أيضا بهذه النية، فإن من تألم في الجسد كف عن الخطية لكي لا يعيش أيضا الزمان الباقي
في الجسد بالشهوات الناس بل لإرادة الله، لأن زمان الحياة الذي مضى يكفينا لنكون قد عملنا إرادة الأمم هالكين في الدعارة والشهوات وإدمان الخمر والبطر والمنادات وعبادة الأوثان المحرمة، الأمر الذي فيه يستغربون أنكم لستم تركضون معهم إلى فيض هذه الخلاعة عينا مجدفين الذين سوف يعطون حسبا لذلك هو على استعداد أن يدين الأحياء والأموات، أنه لأجل هذا بشر الموت أيضا لكي يدانوا حسب الناس بالجسد ولكن ليحيوا حسب الله بالروح، وإنما نهاية كل شيء قد اقتربت فتعقلوا وأصحوا للصلوات، ولكن قبل كل شيء لتكن محبتكم بعضكم لبعض شديدة لأن المحبة تستر كثيرا من الخطايا، كونوا مضيفين بعضكم بعضا بلا دمدمة، يكون كل واحد حسب ما أخذ موهبة يخدم به بعضكم بعضا كوكلاء صالحين على نعمة الله المتنوعة، وإن كان يتكلم أحد فأقوال الله وإن كان يخدم أحد فأكنه من قوة يمنحها الله لكي يتمجد الله فيه في كل شيء يسوع المسيح الذي له المجد والسلطان إلى أبد الأبدين آمين. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، العالم يمضي وشهوته والذي يصنع إرادة الله يدوم إلى الأبد آمين. Hosanna khenni chosi fai pe بهاء تفضل البراكليس. سوري ماش البراكليس من أعمال فصل من أعمال أبعنا الرسل الأطهار مش مرينة بنعمة الروح القدس بركاتهم تكون معنا أمين. وبعد 3 أشهر أقلعنا في سفينة إسكندرية موسومة بعلامة الجوزاء كانت قد شتتت في الجزيرة، ونزلنا إلى سيراكوس ومكثنا 3 أيام، ثم من هناك ردنا وأقبلنا إلى ديغيون، وبعد يوم واحد حدثت ريح جنوب فجئنا في اليوم الثاني إلى بوليتولي، حيث وجدنا أخوة فطلبوا إلينا أن نمكث عندهم 7 أيام، وهكذا أتينا إلى روميا.
ومن هناك لما سمع الإخوة خبرنا خرجوا لاستقبالنا إلى فورون رون أبيوس وثلاثة الحوانيت. ولما رآهم بولس شكر الله وتشجع. لما أتينا إلى روميا سلم قائد المئة الأسرى إلى رئيس المعسكر، وأما بولس والذين كانوا وجدوا اليهود كانوا وجدوا اليهود. فلما اجتمعوا قال لهم: أيها الرجال الأخوة، مع أني لم أفعل شيئا ضد الشعب أو عوائد للأباء، أسلمت مقيدا من أورشليم إلى أيدي الرومان. الذين لما فحصوا كانوا يريدون أن يطلقوني لأنه لم تكن في علة واحدة للموت، ولكن لما قاوم اليهود اضطرت أن أرفع دعواي إلى قيصر. ليس كان لي شيء لأشتكي به على أمتي، فلهذا السبب طلبتكم لأراكم وأكلمكم، لأني من أجل رجاء إسرائيل موسى في هذه السلسلة. قاله: نحن لم نقبل كتابات فيك من اليهودية، ولا أحد من الأخوة جاء فأخبرنا أو تكلم عنك بشيء رديء، ولكننا نستحسن أن نسمع منك ماذا ترى، لأنه معلوم عندنا من جهة هذا المذهب أنه يقاوم في كل مكان. فعينوا له يوما، فجاء إليه كثيرون إلى المنزل وطبق يشرح لهم شاهدا بملكوت الله، مقنعا إياهم من ناموس موسى والأنبياء بأمر يسوع من الصباح إلى المساء. واقتنع بعضهم، ولما قيل بعضهم لم يؤمنوا، فانصرفوا وهم غير متفقين بعضهم فانصرفوا وهم غير متفقين بعضهم مع بعض. ولما قال بولس كلمة واحدة إنه حسنا، كلم الروح القدس أبائنا بشعياء النبي قائلا: أذهب إلى هذا الشعب وقل ستسمعون سمعا ولا تفهمون، وستنظرون نظرا ولا تبصرون، إن قلب هذا الشعب قد غلظ، وبإذنهم سمعوا ثقيلا وعينهم أغمضوها للا يبصروا بعينهم ويسمعوا بأذنهم ويفهموا بقلوبهم ويرجعوا بأشيهم. لكم معلومة عندكم أن خلاص الله قد أرسل إلى الأمم وهم سيسمعون. لما قال هذا مضى اليهود لهم مباحثة كثيرة فيما بينهم. وقام بولس سنتين كاملتين في بيت استأجره لنفسه، وكان يقبل جميع الذين يدخلون إليه وكارزا بملكوت الله ومعلما بأمر الرب يسوع المسيح بكل مجاهرة بلا مانع. كلمة الرب تنمو وتزداد وتعتز وتثبت في كريست الله المقدس. آمين.
Theos, Agios Ischiros, Agios Athanatos, O Ek Partheno Genetis, Eleisonimes. Auli gaduli maichi Holy immortal Lord, crucified for us, have mercy on us. Agios, O Theos, Agios, Eschiros, Agios, Athanatos, O Anastasis, Eton, Necron, Και ανέλθουν εστός ουρανός, ελέησον ημάς. Glory be to the Father, and the Son, and the Holy Spirit, now and forever, and unto the age of ages. Amen. O Holy Trinity, have mercy on us. Επί προσευχήστα θήτε ειρήνη πάση De το πνεύμα Ιησού. Ο Μέστερ Λόρδι Γαζαμπάν το κράτουρ. Χωσέ τους εν διεβονάν αραλ δισαίβες εν δουλί αποσόλς. Many prophets and righteous men had there to see the things which you see and have not seen them, and to hear the things which you hear and have not heard them. But blessed are your eyes, for they see, and your ear, for they hear. May be worthy to hear and to act according your holy gospels through the prayers of your saints. Pray for the holy gospel. Lord, have mercy. اذكر ايضا يا سيدنا كل الذين امرونا واوصونا ان نذكرهم في سؤالاتنا وتضرعاتنا التي نرفعها اليك ايها الرب الهنا الذين سبق رقادهم يا رب نيحهم مرضى شعبك يا رب اشفيهم حزان القلوب يا رب عزيهم لأنك أنت هو حياتنا كلنا رجاؤنا كلنا شفاؤنا كلنا خلاصنا كلنا وقيامتنا كلنا وأنت الذي هللويا هللويا يسوس بخريستوس بشيري امف نوتي افشي اخون ايروساليم اللي إلو Τασιτή με τα φόβο Θεό ακούσομεν το Άγιο Ευαγγέλιο. Φεσμάρα μου την γεύη εστνή ούχον φράνε με ψήσεν την γουν κύριε αυτό γεσόν.
Εκτού κάτω Ματθαίον, κάτω Μάρκον, κάτω Λούκαν Αγίον. Ευαγγέλιον του αναγνώσμα. Δόξα σοι, Κύριε. Μαγδί το δρόσο του. بخوف أمام الله انصتوا لسماع الإنجيل المقدس بحسب ما كتبه معلمنا ماري متى البشير بركاته على جميعنا آمين من تراتين مزامير معلمنا داود النبي بركاته على جميعنا آمين blow the trumpet at the new moon in the glorious day of your feast Rejoice in God our helper. Shout aloud to the God of Jacob. Pick a psalm and produce the timbrel and pleasant psaltery with the harp. He who comes in the name of the Lord, our Lord God and Savior of us all, Jesus Christ, the Son of the living God, glory be to you forever and ever. Amen. Now when they drew near Jerusalem and came to Bethphage, the Mount of Olives, then Jesus sent two disciples, saying to them, Go into the village opposite you, and immediately you will find a donkey tied and a colt with her. Loose them and bring them to me, and if anyone says anything to you, you shall say, The Lord has need of them, and immediately he will send them. All this was done that it might be fulfilled, which was spoken by the prophet, saying, Tell the daughter of Zion, behold, your king is coming to you, lowly and sitting on a donkey, a colt, the foal of a donkey. So the disciples went and did as Jesus commanded them. They brought the donkey and the colt, laid their clothes on them, and set him on them. And a very great multitude spread their clothes on the road. Others cut down branches from the trees and spread them on the road. Then the multitudes who went before and those who followed cried out, saying, Hosanna to the Son of David. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. And when he had come into Jerusalem, all the city was moved, saying, Who is this? So the multitude said, This is Jesus, the prophet from Nazareth of Galilee. Then Jesus went into the temple of God and drove out all those who bought and sold in the temple and overturned the tables of the money changers and the seats of those who sold doves. And he said to them, It is written, My house shall be called a house of prayer, but you have made it a den of thieves. Then the blind and the lame came to him in the temple, and he healed them. But when the chief priests and scribes saw the wonderful things that he did, and the children crying out in the temple and saying, Hosanna to the Son of David, they were indignant. And said to him, Do you hear what these are saying? And Jesus said to them, Yes. Have you never heard out of the mouth of babes and nursing infants you have perfected praise? Then he left them and went out of the city to Bethany, and he lodged there.
Glory be to God forever. Hosanna in the highest. This is the King of Israel. Blessed is he who comes in the name of the Lord of hosts. A reading from the Gospel of our teacher, Mark 11:1-11. Now, when they drew near Jerusalem to Bethphage in Bethany at the Mountain of Olives, he sent two of his disciples and he said to them, go into the village opposite you, and as soon as you have entered it, you will find a colt tied on which no one has sent loose it, and bring it. And if anyone says to you, why are you doing this? Say, the Lord has need of it, and immediately he will send it to you. So they went their way and found the colt tied by the door outside on the street, and they loosened it. But some of those who stood there that said to them, what are you doing loosening the colt? And they spoke by to them just as Jesus had commanded. So they let them go. They brought the colt to Jesus and threw their clothes on it, and he sat on it. And many bare their clothes on the road, and others cut down leaves, branches from the trees, and spread them on the road. Then those who went before and those who followed cried out, saying, Hosanna, blessed is he who comes in the name of the Lord. Blessed is the kingdom of our father David that comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. And Jesus went into Jerusalem and into the temple. So then he had looked around at all things as the hour was already late. He went out to Bethany with the 12. Glory be to God forever. Amen. في الطريق فرشوا القمصان ومن الشجر قطعوا الأغصان وهم يصيحون بالألحان أوصانا أبشيري إنداضي. تفضل يا دكتور سليم.
وإذ قرب من بيت فاجي وبيت عنيا عند الجبل الذي يدعى جبل الزيتون أرسل اثنين من تلاميذه قائلا اذهبا إلى القرية التي أمامكما وحين تدخلانها تجدان جحشا مربوطا لم يجلس عليه أحد من الناس قط فحله وأتي به وإن سألكم أحد لماذا تحلانه فقول له إن الرب محتاج إليه فمضى المرسلان ووجد كما قال لهما وفيما هما يحلان الجحش قال لهما أصحابه لماذا تحلان الجحش فقال الرب محتاج إليه وأتي به إلى يسوع وطرح ثيابهما الجحش وأركب يسوع وفيما هو سائر فرشوا ثيابهم في الطريق ولما قرب عند منحدر جبل الزيتون ابتدأ كل جمهور التلاميذ يفرحون ويسبحون الله بصوت عظيم لأجل جميع القوات التي نظروا قائلين مبارك الملك الآتي باسم الرب سلام في السماء ومجد على الأغالي وأما بعض الفريسيين من الجمع فقالوا له يا معلم انتهر تلاميذك فأجاب أقول لكم إنه إن سكت هؤلاء فالحجارة تصرخ وفيما هو اقترب نظر إلى المدينة وبكى عليها قائلا إنك لو علمت أنت أيضا حتى في يومك هذا ما هو لسلامك ولكن الآن قد أخفي عن عينيك فإنه ستأتي أيام يحيط بك أعدائك بمطرسة ويحدقون بك ويحاصرونك من كل جهة ويهدمونك وبنيك فيك ولا يتركون فيك حجرا على حجر لأنك لم تعرفي زمان افتقادك ولما دخل الهيكل ابتدأ يخرج الذين كانوا يبيعون ويشترون فيه قائلا لهم مكتوب أن بيتي بيت الصلاة وأنتم جعلتموه مغارة لصوص وكان يعلم كل يوم في الهيكل وكان رؤساء الكهنة والكتبة مع وجوه الشعب يطلبون أن يهلكوه ولم يجدوا ما يفعلون لأن الشعب كله كان متعلقا به يسمع منه والمجد لله دائما
Hosanna chenni etchusi faipeb urom pesra ile fes marut njevi ethneyu chenefran emeb shoi sentenigu. Zmarot in Jevies Niuchen Fran, im Psis in Tinigo, Kirie Flogeson, Ectocata Yuan in Agion, Evangelion Tuan Abnosma. Luxasi Kirie. Stand in the fear of God and listen to the Holy Gospel, a reading from the Holy Gospel according to our teacher Saint John, the evangelist, may his blessings be with us all. Amen. From the Psalms of our teacher David the prophet, may his blessing be with us all, amen. Praise is awaiting you, O God in Zion, and to you the vow shall be performed. O you who hear prayers, to you all flesh will come. Blessed is he who comes in the name of the Lord, our Lord, God and Savior and King of us all, Jesus Christ, Son of the living God, to whom is the glory forever and ever. Amen. وفي الغد سمع جمع كثير الذي جاء لرأيت أن يسوع آت إلى أورشليم فأخذوا صعوف النخل وخرجوا للقائه وكانوا يصرخون أوصنا مبارك الآتي باسم الرب ملك إسرائيل ووجد يسوع جحشا فجلس عليه كما هو مكتوب لا تخاف يا ابنة صهيون هو ذا ملكك ياتيك جالسا على جحش ابنتان هذه الأمور لم يفهمها تلاميذه أولا لكن لما تمجد يسوع حينئذ تذكروا أن هذه كانت مكتوبة علة وأنهم صنعوا هذه له وكان الجمع الذي معه يشهد أنه دعا لعازر من القبر وأقامه من الأموات لهذا أيضا لقاه الجمع لأنهم سمعوا أنه كان قد صنع هذه الآية فقال الفريسيون بعضهم لبعضين انظروا أنكم لا تنفعون شيئا هو ذا العالم كله قد ذهب وراءه والمجد لله دائما. تفضل يا دكتور شيرين. بسم ان ذا نيم اوف فازر. لا ابونا اتفضل قدسك يا ابونا. احنا عايزين نسمع ازاي العالم كله ذهب وراءه النهارده وبعد ست ايام راحوا صلبين وهم نفس الناس. عايزين التامل ده من قدسك. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته ورحمته وبركته من الان وكل اوان ولا دهر الدهور امين. ما اكثر الجمع الذي استقبل المسيح في هذا اليوم بمقوله اوصنا.
نفس الحناجر، نفس الألسنة، نفس الشفاه، نفس الأفواه التي قالت وصلنا اليوم. يوم الجمعة ستقول أصلبه أصلبه. إذن هذا الأمر يرينا أن الإنسان متغير، وكلمة متغير قد تكون بسيطة أو خفيفة اللهجة أو مؤدبة، ولكن نقولها بحجمها الطبيعي إن الإنسان متقلب. لو ذهبت إلى محاكم الأحوال الشخصية لتجد أن طليق اليوم كان عشيق الأمس. ولو ذهبت أيضا إلى بعض الجهات لتجد أن عدو اليوم كان رفيق الأمس. ولو ذهبت إلى بعض البيوت لتجد أيضا أن عدو اليوم كان حبيب الأمس. إذن الإنسان متقلب، ولا يمكن أبدا أن يؤخذ على عواطف الإنسان، ولكن علينا أن نسلك بكل حكمة. أنا في هذا الأمر أرى ما تم على باب القديس لوط النبي من ضمن شعب سدوم وعمورة. اجتمع شعب سدوم وعمورة على باب لوط وهم يقولون له اخرج إلينا هذين الرجلين لكي نعرفهما. هذا تجمع، لكن التجمع ده ما كانش بالخير. موسى النبي وقف قدام الجمع وقال لهم قفوا وانظروا خلاص الرب، الرب يدافع عنكم وأنتم صامتون. الناس دي كانت حوالي 4 مليون واحد، شافوا عمل ربنا لما ربنا فتح البحر، وشافوا عمل ربنا لما ربنا خلى الشعب عبر على اليابسة. تعال نشوفوا التقلب بتاع الناس. موسى استأذن طلع فوق الجبل عشان يقعد مع ربنا 40 يوم عشان يجيب الوصايا العشر وهو نازل. الناس لقوا نفسهم انهم بلا رأس وقطيع بلا راعي وإنسان بلا قائد، فراحوا رايحين لهارون وضغطوا عليه، قالوا له هذا الرجل موسى الذي أخرجنا من مصر لا نعلم ماذا أصابه. طب وبعدين يا جماعة استنوا شوية، أنتم انتظرتوا الكثير، انتظروا كمان القليل. لا، اصنع لنا عجلا كي نعبده كباقي الشعوب، زي ما قالوا صموئيل النبي امسح لنا ملكا كباقي الشعوب. عايزين نقلد غيرنا، بس انتوا مملكة ربنا، انتوا شعب الله المختار، غيركم ما كانش شعب الله المختار. هارون هنا لما سمع الكلام وكان الضغوط عليه شديدة، فقال لهم يا جماعة اجيب لكم منين ذهب؟ اعمل لكم العجل اللي تعبدوه. قالوا له لا، بسيطة، كل واحدة لابسة حتة ذهب في ودنها ولا في رقبتها تجيبها هنا. الله، لا، قدامه كوم من الذهب. واحنا لحد دلوقتي كنا عارفين ان الشعب اليهودي يميل للصاغة ولشغل الذهب،
وكان هم اللي مسكين الشارع بتاع الموسك في مصر وبيتاجروا في الذهب والفضة لحد سنة 1964. فكانت النتيجة ان هارون حب يعجزهم، هم قالوا لا الذهب موجود. كانت النتيجة ان هارون استسلم للإجماع العام ولم يستطع أن يقف أمام التيار، ولقى نفسه أن الذهب بيسيح والعجل بيطلع من جوه الفرن والناس بدأت تسجد وتقول هذه هي آلهتك يا إسرائيل التي أخرجتك من أرض مصر. إيه التقلب ده؟ إيه التقلب اللي عند الإنسان؟ عشان كده ما نعتمدش على الإنسان، الإنسان متقلب والإنسان متغير. وظهر تقلب الإنسان في هذا اليوم اللي فيه ما تعتمدش أبدا على الإنسان. الكتاب المقدس لنا في سفر المزامير عن الإنسان تخرج روحه يعود إلى ترابه حينئذ تهلك كافة أفكاره، ثم علق المزمور قائلا طوبى لمن إله يعقوب معينه. لا تتكلوا على الرؤساء ولا تتكلوا على بني البشر. لما كان يوسف الصديق عايش كان ساند إخواته وكان عمل لهم حس، لكن شوفوا فاتحة سفر الخروج ماذا قالت. قالت ثم جاء ملك لم يعرف يوسف، لم يكن يعرف يوسف، ولأن فيه لونين من البشر موجودين في أرض مصر، الناطقين بالفرعونية دون العبرانية والناطقين باللغة العبرية أو الآرامية وبعض من الفرعونية. ليه مصر بقى فيه لونين؟ قالوا له دي شعب جم من 400 سنة 430 واستقبلناهم وسكنهم في أرض جاسان، ودلوقتي بقوا حوالي 603,550 ذكر ما عدا النساء والأخشيوخ والأولاد. قال لا ده حاجة كبيرة قوي، الناس دي لو سبنا لهم الحبل على الغارب هتكون النتيجة يكبروا أكتر من كده. طب نعمل إيه؟ نقطع النسل بتاعهم عن طريقة إماتة الذكور. طب والإناث؟ ده البشر بيعلنوا المبدأ القائل ممنوع ذبح الإناث، بس ده في عالم البهايم في عالم الحيوان، لكن هنا ممنوع ذبح الإناث في عالم البشر ويذبحوا كل الذكور. تكون النتيجة البنت تكبر ما تلاقيش يهودي يتجوزها واحد مصري يخلف أولاد، الأولاد تابعين للأب وليس للأم، ويكتبوا باسم أبيهم ليس باسم أمهم. يبقى بكده احنا خدنا منهم الزريعة وعملنا منهم نشاط نسلي، وتكون النتيجة ان احنا بكده أنهينا عليهم 20-30 سنة. الشعب ده والكبار منهم يبقوا ماتوا والصغيرين التصقوا بمصريين. كانت النتيجة ان ربنا كان بيعد طفل صغير اسمه موسى. هتعده فين يا رب؟ ده انت لو الولد دوا فرعون شم ريحته ولا سمع سأسأته او اذنيه استمعت الى صوته وصويته هنموته. قال لا ما تخافش على موسى، وما لا تعمل فيه تبعده ازاي عن فرعون؟ قال هخلي فرعون هو اللي يربيه.
هدخله بيت فرعون عشان فرعون هو اللي يربي، وبعد كده موسى هو اللي يربي فرعون. واحنا عارفين طبعا ماذا تم فيما بعد هذا. اذا مصر اللي كانت مضيافة، وفرعون قال ليوسف هات ابوك واخوتك واسكن في ارض جاسان اللي هي محافظة الشرقية، هم اللي اضطهدوهم وقالوا لهم ابننا مدن ذي ثوم ورعمسيس. مدينة ذي ثوم هي دلوقتي بلد اسمها تل بسطة، ورعمسيس دلوقتي اسمها تل المسخوطة، ودي موجودة في محافظة الشرقية جنب مدينة الزقازيق. عاش بنو إسرائيل في هذه البقعة وتربوا وترعرعوا ودخلوا مصر أسرة، خرجوا من مصر شعب. رغم كل ما حيك بهم ورغم كل ما أحيط بهم، أقول هذا الكلام حتى لا تتكل على إنسان، حتى لو كان الإنسان ده باباك، حتى لو كان الإنسان ده رئيسك، فلا تتكلوا على الرؤساء ولا تتكلوا على بني البشر. أشعياء النبي كان من عائلة ملوكية، وهو اسمه أشعياء ابن عاموس أو آموس، فأبوه برضو النبي عاموس، لكن كان قريب للنبي أحاز. في الوقت ده كان أشعياء بيبرطع في النبوة وبيبرطح في السماء. رأيت السيد الرب جالسا وأذياله تملأ الهيكل، وبيبرطح على الأرض. وأكثر من كتب عن نبوة المسيح، حتى إن علماء الكتاب المقدس بيسموه النبي الإنجيلي. طب بعد كده مات أحاز، اتلطب إشعياء، انتهى به الأمر إن هم مش قتلوه بالسيف ولا ضربوه بطلقة نارية ولا خنقوه بحبل في مشنقة، لا، ده نشروه. وده اللي قال عنه بولس الرسول في عبرانين 11، نشروه، وناس منهم طافوا في جلود غنم ومعذة، معتازين مكروبين، وهم لم يكن العالم مستحقا له. حتى أنبياء الله لما كان لهم سند بشري ما نفعهمش السند البشري. إبراهيم أبو الآباء تغرب في أرض مصر، ليك سند بشري إبراهيم؟ لا، ده أنا ومراتي. طب دي مراتك ست ضعيفة؟ قال يا ريت، دي عيب مراتي إنها جميلة جمال بارع، وده اللي أنا خايف منه يوديني في دهية. قالت له طب إيه الحل يا إبراهيم؟ قال له معلش، هو في عمل يعني ضعيف شوية ما يعملوش راجل متكامل، ممكن تقولي إنك أنت أختي مش مراتي؟ طب وبعدين هياخدوني منك؟ قال بس مش هيموتوني. واستخدم إبراهيم أداة بشرية وأسلوبا إنساني. طب يا رب أنت السند بتاع إبراهيم، ربنا ما سابش سارة رغم أن إبراهيم ساب سارة، وراح كانت النتيجة أن ربنا راح لفرعون قال له اوعى تقرب عندها، رد امرأة الرجل فأنه نبي يصلي من أجلك فتحيا. جاب إبراهيم قال لمراتك إزاي وأنت تقول دي أختي؟ حد يجوز أخته؟
قال لهم أنا خايف تقتلوني. قال لي يا عم كنت هتجيب لنا مصيبة، خد امرأتك اهي. فرعون عمل عمل إنساني هو التاني كمان، تعمل إيه يا رب؟ فتح الرب رحم كل امرأة في بيت فرعون وكلهم حبلوا وولدوا. يبقى هنا اللي معاه ربنا ما تخافش عليه، الرب لي معين، فماذا يصنع بي الإنسان؟ هؤلاء بمركبات، هؤلاء بخيل، هؤلاء بسيف، ونحن باسم الرب، ما حالتناش غيره. على فكرة في ترجمات في بعض الإجبيات تقول ونحن باسم الرب إلهنا ننمو، دي موجودة في آخر المزمور مش في أوله، لكن في أول المزمور هؤلاء بمركبات، هؤلاء بخيل، هؤلاء بسيف، ونحن لا نملك غير اسم الرب. نحن باسم الرب، هم عثروا وسقطوا ونحن قمنا واستقمنا. النهاردة الناس بتستقبل المسيح بإنشودتين، وبتستخدم المسيح، بتستقبل المسيح بنتاج نباتين. الأنشودتين هو شعنة وصنة. طب ممكن نقول إنه شعنة دي ما وردتش في الكتاب المقدس لكن وردت في التقليد، لكن أوصلنا وردت في الكتاب المقدس وفي الأربعة بشائر. إيه الفرق؟ أوصلنا كلمة يونانية، أما هوشعنا فهي كلمة عبرية، وكل من الكلمتين يعنيان خلصنا. بس المسيح يقصد الخلاص بمعنى، وهم يطالبون الخلاص بمعنى آخر. خلصنا يعني وصلنا باليوناني. طب ده المسيح بيتكلم آرامي وانتوا بتتكلموا عبري، بتقولوها يوناني ليه؟ عايزين نسمع بيلاطس، عايزين نسمع هيرودس، عايزين نسمع الجنود الرومانيين اللي هم محتلون بلادنا، فعايزين نبعت لهم مسج، نبعت لهم رسالة. طب انتوا قصدكم ايه من كلمة خلصنا؟ طب هو السيد المسيح جاي لكي يخلص الخطاة الذين أولهم أنا، زي ما قال بولس الرسول في تيموثاوس الأولى صح 1:15، وزي ما قال الملاك للرعاه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص، هو المسيح الرب. ما هو جاي لكده؟ لا، احنا عايزين خلاص من نوع تاني. من مين؟ من هيرودس وبيلاطس. يبقى انتوا عايزين المسيح النهاردة يخلصكم من هيرودس وبيلاطس، ويوم الجمعة عايزين هيرودس وبيلاطس يخلصكم من المسيح. ايه التقلب ده؟ ده انتوا ما بتتكلموش اللغة اليونانية، دي لغة المستعمر. كيف تتكلمونها؟ لا، احنا بنوصل رسالة للمستعمر. طب في دليل على كده من الكتاب المقدس. امسك تسبيحة زكريا بعد مولد يوحنا المعمدان، والمكتوبة في الأصحاح الأول من إنجيل معلمنا لوقا البشير، يقول له خلاص من أعدائنا ومن أيدي جميع مبغضينا. انت سايب الشيطان وعمال تتكلم عن الرومان. لا ده مش مهم، خلينا تحت عبودية الشيطان.
إحنا والشيطان نعرف نتفهم مع بعضينا. الشيطان ممكن يعيش معنا في أراضينا، لكن دول واخدين الأرض، واخدين الحكم، واخدين القانون، واخدين الإدارة، واخدين المانجمنت. فخلاص حتى زكريا الكاهن، آخر كاهن قديس ظهر في العهد القديم، وهو الذي أنجب لنا الكاهن ابن الكاهن والملاك ابن الملاك والذبيح ابن الذبيح يوحنا، يقول خلاص من أعدائنا ومن أيدي جميع مبغضينا. يبقى أنا جاي بمفهوم عن الخلاص، وانتوا فهمتوا مفهوم تاني عن الخلاص. وصلنا خلصنا باللغة اليونانية، تبهو شعنا برضو خلصنا بس باللغة العبرانية، اللي منها كلمة هوشع، وده نبي في العهد القديم، نبي في العهد القديم وليه سفر مكتوب من 12 أصحاح، وهو اللي بعد ما راسي أرميه على طول. هوشع ده زي يشوع برضه، ما هو اله واو اختصار يهوى، والشين عين اختصار شعنين، فتبقى هوشع يعني يهوى شعنين، يهوى يخلص، ربنا يخلص. احنا بنستخدم كلمة ربنا يخلص يعني ربنا ينتقم، ربنا يخلص منك، ربنا يخلص من غيرك، يعني ينتقم. فاحنا بنستخدمها بتعبير، لكن ربنا هنا يخلص يعني ينقذ، ينقذ. في هوشع أصح واحد، عدد واحد وعدد سبعة، يقول أما بنو إسرائيل وبني يهوذا فأرحمهم وأخلصهم بالرب إلههم، قال الرب، قال الرب أخلصهم بالرب. هنا بنشوف الأقنومية، الآب يتكلم عن الابن، لكن الابن هو الوحيد اللي خد على عاتقه دور الخلاص. الآب لم يتجسد، الروح القدس لم يتجسد حتى ولو كان ظهر على هيئة حمامة، الآب لم يسفك دما، الروح القدس لم يصلب على صليب. مين اللي خد الدور كله وقام بالليلة كلها؟ الاب. عشان كده في هوشع يقول لك أخلصهم بالرب إلههم، قال الرب. يبقى قال الرب عن الرب ذكرك، زي ما جت في المزمور قال الرب لربي 102، اجلس عن يميني، ودي اللي المسيح اقتبسها في إنجيل متى أصحاح 22. قال إذا كان داود يدعوه بالروح ربا، فكيف يكون ابنه؟ طب عرفنا هو شعنا، يعني يا رب خلصنا، وصلنا يعني خلصنا. طب ليه الاتنين دول بنستخدمهم؟ وصلنا وهوشعنا، الاتنين دول لغة يونانية ولغة عبرانية. باللغة اليونانية كتب العهد الجديد كله، وباللغة العبرانية كتب العهد القديم كله. يبقى احنا بنستخدم لغتي الكتاب المقدس. العهد القديم بنقول هوشعنا، العهد الجديد بنقول أوصلنا. اشمعنا؟ لأن 330 آية في العهد القديم
ذكرها العهد القديم عن السيد المسيح له المجد. وسبع وعشرين سفر في العهد الجديد كتبوا عن رب المجد. طب تفرق ايه؟ التلتمية وتلاتين آية بيقولوا عن المسيح الآتي الذي سوف يأتي، والسبع وعشرين سفر بيقولوا عن المسيح الذي أتى. أصح 35 من سفر العدد. أرسل موسى النبي 12 واحد يتجسسوا أرض كنعان. رفعت الهجان لما راح يتجسس أرض إسرائيل، ما راحش دخل كده وقال لهم أنا مصري جاي أتجسس عليكم. ده سمى نفسه ليفي كوهين زي ما احنا طبعا شفنا في المسلسل. تخفى في اسم، وتخفى في شركة، وتخفى في عمل، وتخفى في لغة، لحد ما قدر يجيب اللي موجود جوه هذا الشعب. طب انتوا رايحين تتجسسوا أرض كنعان تخفوا؟ لا، دخلوا أرض اسمها وادي أشكول، وأشكول يعني العنب، وراحوا قطفوا زرجونة يعني قطف عنب كبير، وراحوا جابوا خشبة وعلقوها، واحد شال من قدامه والتاني شال من وراه، وعمالين يمشوا في الشوارع. بتبيع عنب؟ لا مش ببيع. ما بتعمل ايه؟ انا بحقق رمز. انا دلوقتي رجلي تدب في ارض الموعد، ارض كنعان اللي انا بحلم بيها لي 40 سنة، اللي موسى النبي بجلالة قدره ما قدرش يدخلها، شفى بعنيه ولم يدخلها بقدميه. وتكون النتيجة أنا جاي أرض كنعان. إيه اللي هيدخلك أرض كنعان السماوية؟ صليب المسيح على كتفي، الخشب اللي أنا شايلها، وزرجونة العنب، قطف العنب اللي شايله شايلها الخشبة، ده المسيح هو الكرمة الحقيقية. طب واللي قدام؟ اللي قدام ده العهد القديم بيقول جاي ورايا، يأتي بعدي، ولا من ورا؟ العهد الجديد يقول أنا رأيناه بعيوننا، سمعناه بأذاننا، شاهدناه ولمسته أيدينا. يقدر يشوف ويقدر يمد إيده ويأكل. وإيه تاني؟ أصل ده منظر الصليب. اللي قدام هو اللص الشمال مصلوب زيه، وفوق صليب زيه، ومدقوق فيه مسامير زيه، لكن مديله ظهر. واللي ورا هو اللص اليمين مصلوب معاه، لكن قال له اذكرني يا رب. إذن استخدمنا لكلمة وصلنا بلهجتين ولكن في معنى واحد. وصلنا يعني خلصنا، وشعنا يعني خلصنا، لكن دي باليوناني ودي بالعبري. هم فاهمين الخلاص بمعنى ترجموا لينا زكريا الكاهن في لوقا واحد، خلاص من أعدائنا ومن أيدي جميع مبغضينا. فالنهاردة الجمعة بيقولوا له خلصنا من بيلاطس وهيرودس، النهاردة الحد. يوم الجمعة هيقول لهيرودس خلصنا من يسوع الناصري، لنا ناموس وبحسب ناموسنا هو ينبغي أن يصلب. أطلق لكم باراباس، ده لص، هترجعوا تاني تشتكوا منه؟ لا، احنا عايزين اللص. طب ماذا أفعل بيسوع الذي يدعى الناصري؟ أصلبه يا جماعة، ده ملك، ده بيقولوا إن هو الملك بتاعكم. أصلب ملككم؟ شوفوا بقى الإقرار الجاي، ليس لنا ملك إلا قيصر. يا سلام، إيه المحبة الكبيرة دي؟
ده انتوا بالنسبة لقيصر كنتوا عايزين تخلوا المسيح يقع في مشكلة لما قلتوا له أيجوز أن تعطى الجزية لقيصر. يعني كلمة قيصر يعني الولي أو الإمبراطور الكبير، وإحنا طبعا بنعرف أن كلمة قيصرة انتهت دلوقتي وإمبراطورية انتهت دلوقتي من العالم، ليس لنا ملك إلا قيصر. الله، وما اليوم الحد كنت بتقوله مبارك الملك الآتي باسم الرب، هذا الإنسان المتقلب. افتح إنجيل يوحنا أصحاح 6. المسيح لما وكلهم الخبز والسمك قالوا لا، احنا مش أحسن من كده، ده احنا مش هنعاني من الجوع ولا المجاعة أبدا ولا هنشتغل كمان، كل شهر نجيب له 5 خبزات والسمكتين تفيض 12 قفة، كل قفة ناكلها في 2-3، وحتى لو كان القفة في شهر يبقى كل سنة يعمل لنا معجزة زي كده يحل المشكلة بتاعت المواد التموينية. وبعدين أرادوا أن يختطفوه ويجعلوه ملكا غصب عنه، ولما سمع يسوع أنهم أرادوا أن يختطفوه ويجعلوه ملكا ساب البلاد كلها وراح اختلف الجبل. وده الإنجيل اللي بيقراه آبائنا الرهبان في صلاة الستار، إنه حتى لو بقى ملك بيسيب الملك ويجري البرية. يبقى إذن انتوا في يوم في يوحنا 6 عايزين تخطفوه غصب عنه وتعملوه ملك. النهاردة يوم حد الخوص قلت له مبارك الملك الآتي، مباركة مملكة داود أبينا. يوم الجمعة الجاية تتقلب الأمور، تتغير، كنا النتيجة أنكم انتوا تقولوا ليس لنا ملك إلا قيصر. تحبوا قيصر قوي دلوقتي؟ أمال فين مملكة سليمان وفين مملكة داود اللي انتهت لها 11 قرن من الزمان؟ أقول هذا الكلام علشان أنت ما تتكلش على بشر ولا على الإنسان. دي آية جميلة في الكتاب المقدس، ملعون هو الرجل الذي جعل على الإنسان اتكاله، ملعون هو الرجل الذي جعل على الإنسان اتكاله. في آية تانية في سفر الأمثال، توكل على الرب من كل قلبك ومش على البشر وعلى فهمك، يعني على نفسك لا تعتمد أبدا. كل سنة وانتوا طيبين وتعيشوا لكل سنة. أدينا يدوبك النهاردة برضو عشنا بعض الأوقات في هذا اليوم الكبير، لكن طبعا صعب علينا إن احنا يقضى علينا اليوم ده وإحنا مش قادرين ندخل الكنيسة. تعيشوا لكل سنة. نختم دلوقتي ونلتقي الساعة 6 مساء في صلاة البسخة. آمين الليلويا ذوك سابتريك هيوك يا جيوب نعماتك نكايك استوس إغنستون إغنان آمين تنوشي بولن قويم مسجي أوبن تشويس إيسوس بي خريستوس إبشيري إيم إفنوتي أخشيخون إيروساليم صديم منوون عينان كيريليسون كيريليسون كيريه بلوغيسون آمين يا خريستوس بنوتي آمين اسشوبي. يا ملك السلام أعطينا سلامك، قر لنا سلامك، اغفر لنا خطايانا، لك الملك والقوة والمجد للأبد آمين. اسمعنا يا رب وارحمنا واغفر لنا خطايانا ورد سبينا وجمع شملنا
ولا تسمح بأن تفرق جمعنا في شفاعة العذراء الطاهرة القديسة مريم وصاحب هذا اليوم داود النبي الملك الطاهر والقديس والقديس العظيم يوسف النجار شفيع هذه الكنيسة شفيع هذه القناة. اسمعنا يا محب البشر عندما نصرخ ليك ونقول بالشكر أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكون مشيئتك في السماء كذلك على الأرض خبزنا كففنا أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد أمين. محبة الله الآب ضابط الكل ونعمة ابنه الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح شركة موهبة عطية الروح القدس تكون مع جميعكم. نلتقي الساعة 6 مساء. امضوا بسلام. سلام الرب يكون معكم.